واش الخو السلام عليكم. المهم انا دايز شارك نول هشام في واد سلا. المهم بان واحد البيكالا زوونه. المهم شارك معكم الاشمنه ديال راه حاين بهاش. المهم هذو اول بيكالا هي هادي 27 ونص الثمن ديالها 1800 درهم. المهم انتم الخو تشوفوا معايا مزيان وقولوا لي واش حتى الاشمنه مناسبه واش براوي ولا لا. واش تشوفوا الخوش هادي 27 ونص النمره 27 ونص الثمن ديالها 1800 درهم هي 36 افريال. ندوزو البيكالا الخوت خليكم معنا. ندوزو البيكالا الثانية هاهي في اللون البيض تاهي 27 ونص والثمن ديالها قدام 1800 درهم نفس الثمن 36 افريال. وما هو البيكالا برا وين الخوت شوف معايا قول واش البيكالا كيفري برا وين ولا لا. قولي واش الأثمنة واش مناسبة ولا لا. المهم الناس قاعد هما في البيكالات عشاق البيكالات راه عارف من واش براويه. خلونا في التعليق على الخوش واش الأثمنة مناسبة ولا لا. المهم ندوزو للبيكالا الثالثة الخوش البيكالا ديال النمرة 26 النمرة 26 هما الثمن ديالها الخوش 1500 درهم 30 افريال هذه النمرة 26. واه شوف الخوت خليو لي التعليق شوفوا لنا واش البيكالا مزيانه مليحه ولا شي الاشمنه واش مناسبه ولا لا. هما البيكالا الخوت كاين مسلا شارع البلايشه الواد راك حاين بها. ودي الخوت طروطينات هي طروطينات اللي بغا العشاق ديال الطروطينات راه عارف شوف قول لي الخوت مزيان برا ولا لا. الثمن ديالها الخوت شحال هادي هادي 800 درهم الخوت. وعاد نزول البيكالا ديال الدراري الصغار شحال النمرة اخويا هادي؟ هادي النمرة 20 ديال الدراري الصغار شحال الثمن ديالها؟ 700 هادي 700 درهم. هما انتم الخوت عشاق ديال البيكالات قول لي واش براوي ولا لا واش الثمن مناسب ولا لا. 700 درهم النمرة 20 ديال الدراري الصغار. المهم جاب البيكالات هادي اللي شادها البيكالات هادي ديال الدراري الصغار ديال الدراري الصغار هادي البيكالا هادي النمرة 20 قول لي واش براوي ولا لا الخوت. عرفوا البيكالات خليو في التعليق قول لي واش براوي. المهم الثمن ديالها شي 700 درهم. ندوزو البيكالا الخوت الاخرانية اخر بيكالا هادي النمرة 24 اشهر ديال البيكالات قولوا لنا الخوت اللي كيفهموا البيكالات مزيان شوف البيكالا براوي ولا لا. الثمن ديالها اخويا شحال هادي الثمن ديالها 1400 درهم. وماشي اللي كاين الخوت يلاه ما تنساوش الدراري التعليق واللايك بارطاج الفيديو يلاه ان شاء الله في الفيديو الجديد ان شاء الله يلاه صافي خوش هاد السيد نجم الماحر عنده البيكالا بونو كاسيو اللي بغا. المهم انا نقول لكم الثمن ديالها اخويا شارك معكم وقول لنا واش مزيانه ولا لا. هو دي الومنيوم قلت بيكالا الومنيوم الثمن ديالها خويا شحال الثمن ديالها كيكون فيها 1300 درهم النمره 700 البنت براوي اخويا كيش وين ها هي السمي ديالها. المهم اخويا خلوني في التعليق واش بيكالا مناسبه مزيانه ولا لا واش براوي ولا لا. ممكن نقول فيها 1300 درهم غير كونشور اخويا مون بيكالا الومنيوم خلوني في التعليق واش بيكالا مزيانه ولا لا. المهم انا كنشارك معكم الاشمنه اخويا شفت البيكالات قولي في التعليق واش الاشمنه مناسبه ولا لا. شفت لا طرق طرق شارع بنو هشام طرق حي بهاش دجاج الصغار البيكالات الصغار الدراري الصغار النمره 16 هادو شحال الثمن ديالهم قايد البيكالات 600 درهم هادو النمره هادو 600 درهم الخوش البيكالات ديال الدراري الصغار النمره 16 دونك شارف هاد الالوان اخويا هما ثمن واحد كامل 800 درهم 16 هادو الصغار هادو الصغار كاع مره النمره 16 هادو اين النمره؟ نمره 12 وكاين كاع الصغار كاع برا نمره 12 هما اصغر بيكالات هما هادو 480 هادو 480 480 درهم الخوش و 9400 ريال هادو. وكاين هادو شنو هما؟ البيع كاين الطروطانيات جوج ثاني هادوك الصغار كاع برا هما هادو دايرو 150 درهم الاصغر فوركاس. وكاين الخوش ديال الاس اش هادي باقا جديده اس اش بون اوكازيون يقول فيها الثمن ديال الخوش ثلاثه. هو تشوف معايا مزيان الخوش واش مزيان ولا لا. هادي اس اش شحال؟ 300 اس اش 300 الخوش هادي. هم الناس كيفهموا في مطر اس اش قلنا واش الاشمنه مناسبه ولا لا. يقول فيها الثمن ديال ثلاثه الخوش عند مول بيكالاش هاد السيد مول بيكالاش شارع بلا هشام الواد. المهم خصو هاد الاس اش هادي شويه في التعليق الخوت واش الثمن مناسب ولا لا.
وماشي الكاين اليوم انا خويا نشارك معكم بهاد المعلومات. يلا ان شاء الله ودرنا ما تنساوش اللايك وبارطاج باش نشارك معكم ديما بحال هاد المعلومات. يلا الله يعاونكم.